عرضيناش بالشوط الاول اللي ادينا، دخلنا في الشوط الثاني وكنا غنفوزوا المقابله. ما عندنا ما نخسروا الا خاصنا نقطه ولا الفوز. اللعابه مشكورين على هذا المجهود اللي داروا، والترجي فريق كبير في الملعب ديالو، ملي كتضغط عليه راه كتشوف الدقائق الاولى عرفنا كيفاش نضغطوا عليهم، عرفنا نسجلوا هدف التعادل والهدف الثاني اللي ما تحرمناش عليه وتسجلنا هدف التعادل. كنقول مبروك للجماهير اللي جات عندنا، تنشكرها، ومبروك للعابه، وان شاء الله غادي يكون الخدمه الجايه غادي تكون احسن احسن احسن. كنا اللعابه كلهم فيها الخير، وفيها الخير المدرب والمساعد والطاقم الطبي والطاقم الاداري وكل شيء، الحمد لله كان مجنن. وكما تتعرف لاعب خارج التيران، خارج الديار، ولعب مع ترجي فريق صعيب، الضغط ديال الجمهور، الضغط ديال الجمهور اللي جا ساند من المغرب، الحمد لله نقطه خلاتنا ناخذ تأهل من هنايا. وعندنا ماتش ديال الفيطا خصنا نفكروا فيه بشكل جيد، والحمد لله الحمد لله الريح سيمان عند غلبنا.